ازيكم عاملين ايه؟ انا ازيس، اهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضو لو انتوا دايما بتشوفوني. في الفيديو بتاع النهارده هديكم شويه اقتراحات لحاجات تشتروها من الصيدليه. انا شايفه انها عمليه جدا، في حاجات منها محتاجه اشراف تحت، يعني تحت اشراف دكتور، وفي حاجات تقدروا تشتروها ببساطه عادي. فانا هقول لكم على الحاجات كلها وانتوا خدوا قراركم هتعملوا ايه، وهحاول اديكم بريف صغير عن كل حاجه فيهم هنتكلم عنها. فلو انتوا مهتمين شوفوا الفيديو للاخر واشتركوا في القناه، ويلا بينا نبتدي. طيب خليني ابدا معاكم باول منتج، وهو النيل 15، وده بيبقى عليه كلام كتير قوي، يعني الناس هتقولوا، يعني هتلاقوها. طيب خليني ابدا معاكم باول منتج، وهو النيل 15، وده مقوي للاظافر. ناس بتقول عليه ان هو كان حلو جدا معاهم، وناس بتقول ان هو كان وحش جدا. بصوا انا اللي حسيته او استشفيته، يعني وعلى حسب المنطق، ان الناس اللي حبته هي ناس نوعا ما الحمد لله ما عندهاش مشاكل ولا شعرها ولا جلدها ولا ضوافرها عموما، لكن الناس اللي فعلا ما عجبهاش هي ناس عندها المشاكل دي بشكل ما، ومحتاجه فيتامينز من جوه جسمها، محتاجه انها تحلل تعرف ايه الفيتامينز اللي ناقصاها، وتاخد سبلمنتس او تاخد يعني مكملات غذائيه معينه. وممكن ساعتها وقتها تستخدم النيل 15 هتلاقي ان هو بيديها نتيجه كويسه. فهو هو كويس وكل الاحوال، لكن انت محتاجه بس تعرفي انت ايه المشكله اللي عندك، داخليه ولا انت مجرد ان انت بس عايزه تعتني بضوافرك كعنايه زياده، وعلى الاساس ده تنتظري النتيجه. لكن هو بالنسبه لي كبرودكت بصراحه كان كويس جدا. الحاجه اللي بعد كده، وهي البادز دي من برايفت، وانا كنت جايبه العبوه الصغيره دي ب 37 جنيه، بس انا حاسه ان انا اللي اشتريتها من مكان غالي بصراحه، لكن هي ارخص من كده بكتير. خليني بقى اكلمكم عن الكواليتي، ممتازه جدا. اللي معايا دي اللي هي الالترا ثين الرفيعه خالص، دي حلوه جدا في الحر والصيف والهم اللي احنا فيه دلوقتي ده، وحلوه جدا لو انت بتعاني شويه من ان انت الجسم بيتسلخ بسرعه، جلدك حساس شويه، بيجيلك التهابات، هتحسي انها كويسه قوي معاكي. فبصراحه برشحها لكم وبقوه. يعني الحاجة اللي بعد كده، وهو الكريم بتاع الأكراتين بتاع التقشير الكيميائي، وأنا كنت عاملة لكم فيديو كامل عن المقشرات الكيميائية عموما، لأن في ناس قالت لي إنها مش بتلاقي الأكراتين بسهولة، وقلت لكم على بدايل كتير قوي، والطريقة اللي أنا بحب أستخدمه بيها كان، يعني هي طريقة بصراحة شفتها من عند دكاترة أجانب كتير كانوا بيشرحوا الطريقة دي، وكانت فعالة جدا جدا معايا، وقلت لكم على فوائده وشرحت كل حاجة بالتفصيل. فعشان ما ضيعش وقت هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، وانتوا شوفوا الطريقه بتاعتي اللي انا بستخدمه بيها، واعملوا زي بالظبط ان شاء الله باذن الله تشوفوا نتيجه من غير ما تلاحظوا اي مشاكل او نتائج عكسيه. الحاجه اللي بعد كده، وهو البريث فريشنر دوت، وده سبراي كده بترشيه في يعني على بقك من جوه بقك، بيخلي ريحه بقك احسن بكتير. حلو قوي لو انت بتصحي من النوم عايزه ريحه بقك تكون احسن، او لو انت مثلا بتلبسي تقويم او ريتينر وحاسه ان انت ريحه بقك شويه بتغير، هيبقى حل سريع كده، احلى من اللبان واحلى من اي حاجه بتتمضغ، لان الحاجات دي شويه بتسيب يعني اثر السكر في البق مش حلو، ومش كل الناس بتحب تاكل لبان يعني، خصوصا لو ولد او حاجه، فده هيبقى اختيار لطيف جدا. كان سعرها 50-60 جنيه على حسب انتوا بتشتروها منين، هتلاقوها في كل الصيدليات وهي حلوه جدا. الحاجه اللي بعد كده، وهي الاربع فرش دول، دي باكت فرش، دي كان سعرها 48 او 50 جنيه حاجه كده يعني. دي فرش للتقويم، عباره عن فرشه صغننه كده، وهي مش وان تايم يوز، بتقدري تستخدميها بتنضف ما بين التقويم، تحفه للناس اللي لابسه تقويم. هي طبعا لازم تتنضف، بس انا عشان بصور دلوقتي فهنضفها بعدين. بتشطفيها كده بميه وبتروحي شايلها في الجراب بتاعها، ممتازه يا جماعه. يعني لو انت حد لابس تقويم، ده احلى اختراع ممكن تجربيه في حياتك، وهتشكريني عليه جدا، لان هو ما بيسيبش بواقي ما بين التقويم، وتحسي في الاخر ان اسنانك سوست. ممتازه ممتازه، اسفه على الكلاكسات. الحاجه اللي بعد كده، وهو الريزرز دي، خلونا نخلص بقى يا جدعان، كل شويه كلاكسات، ماشي. الحاجه اللي بعد كده، وهي الريزرز دي من جيلاتو بلو، وانا كنت عامله لكم فيديو كامل بقول لكم على كل انواع الشفرات بتاعه جيلات بكل الوانها، بس انا في الفيديو ده اخترت لكم ارخص نوع، دي سعرها 60 جنيه، فيها 5 شفرات. هي زمان كان سعرها اقل من 50 اصلا، بس يعني دلوقتي كل حاجه غليت. هي حلوه، تقدري تستخدميها لجسمك كله، بس هي احلى بكتير لو انت هتستخدميها لايدك والاندر ارم بس. لو انت عندك قابليه ان انت يطلع لك جلد الوزه في رجلك بالذات، بلاش تستخدميها على رجلك، لان هي ما فيهاش غير موسين بس، ما فيهاش اكتر من كده، يعني الشفره نفسها من جوه فيها موسين بس.
فانتي محتاجة للرجلين او كده يعني شفرة تكون فيها 4 أو 5 اقل حاجة عشان تشيل معاكي كويس. لطيفة بصراحة، وشايفة ان هي خفيفة كده، ممكن تاخديها معاكي في السفر، ممكن تستخدميها زي ما قلتلكوا في مناطق معينة للجسم زي البطن، عند الصدر، الايدين، الاندر ارم، هتبقى لذيذة قوي. الحاجة اللي بعد كده وهو الفازلين، وده بجد يا جماعه لازم يكون عند البشر كلها، مفيش بيت ما يبقاش فيه فازلين. هو مبدئيا حلو قوي لترطيب الشفايف، ممتاز لترطيب الشفايف خصوصا لو انت بتعاني من تشققات، حلو جدا لو عندك تشققات او عندك اسمرار في الركب وفي الاكواع هيبقى حلو جدا. لو انت ايدك بتقشف او رجليكي ممكن تستخدميهم بالليل وقت النوم وتلبسي شراب، هتبقى تحفه جدا، يعني بيخلي الجسم انعم بكتير، وكمان في الشتاء هيبقى ممتاز معاكي. بصوا ليه استخدامات كتير قوي، ده احنا ممكن نعملها فيديو مخصوص يعني. فانا شايفه ان انتوا لازم يكون عندكم فازلين بصراحه. الحاجه اللي بعد كده وهي دي عباره عن باكت صابون شرايح كده، حلو قوي للناس اللي هي عندها وسواس النظافه زي، تقدروا ان انتوا تاخدوها معاكم في شنطتكم. بصوا عايزه اوريكم تتفتح ازاي، هي مش راضيه تتفتح ليه يا جدعان، الاحراج ده مش عارفه افتحها، بصوا يعني مش عارفه افتحها مش عارفه افتحها دلوقتي عشان تقريبا لازم تتفتح. لا اهي، بيبقى عباره عن شرايح صابون كده، بتاخدي منها الشريحه تبقى زي كده وتحطي ايدك وتغسلي في الميه، بتتحول لصابون ورغاوي، وهي استخدام كده مره واحده الشريحه وترميها، مش هتعمل لك بقى دوشه وزحمه كده في الشنطه وتحسي ان انت مبهدله، هي مره وبتخلص على طول. فبصراحه من الاختراعات اللذيذه قوي قوي اللي لازم تبقى معاك في الشنطه. الحاجه اللي بعد كده وهو الميلاتونين، وده يا جماعه يعني هو المفروض ان هو منوم، مش منوم بالمعنى الحرفي قد ما هو حاجه كده بتساعد ان انت تظبطي نومك. ده 5 جرام بيساعدك انك تنظمي نومك. ده طبعا لازم تحت اشراف دكتور، ما تاخدوش مع نفسكم، بس انا احكي لكم تجربتي مع النوع ده بالذات، هو كويس جدا جدا، وانا كنت باخده في فتره معينه كان عندي حاجات كتير كده ما كنتش بعرف انام خالص، فكنت بكتفي بواحده بس في الاسبوع لما بحس ان انا نومي مش متظبط وانا لازم انام، او اللي هو دماغي بتفكر كتير فمحتاجه ان انا اخد حاجه تخليني انام. العلبه فيها 60 واحدة فيها 60 واحدة ب160 جنيه، فهي تعتبر كويسه ويقعد معاكوا كتير طبعا لان محدش بياخده باستمرار. اهم حاجه يا جماعه تاخدوه وقت الضروره وكفايه مره واحده في الاسبوع، ينظم بس اليوم بتاعكم وخلاص على كده، ممكن يومين ورا بعض لو انت حاسه ان انت لسه نومك محتاج تظبيط اكتر، لكن ما تكتروش، وبرده اسالوا دكتور. الحاجه اللي بعد كده وهي علبه الادويه، دي بتبقى في الصيدليات الكبيره بقى او في اي هايبر او كده، دي عباره عن علبه ادويه وحاجه كده زي عبوه للريتينر، الناس اللي بتلبس مثبت اسنان او لو براكت من البريسز وقعت، اللي هي الحاجات اللي بتبقى متركبه في الاسنان دي وقعت، تقدروا تشيلوها هنا، بلاست بتاعها نضيف قوي، ودي للحبوب لو انت بتاخدي يعني ادويه او حاجه عايزه تسافري بيها، تحفه ممتازه جدا جدا، والبلاستيك بتاعها فعلا قوي قوي، ولازم بجد تكون عندكم خصوصا لو انتوا حد زي بيلبس تقويم او عندكم اي حاجه يعني هتبقى لذيذه. الحاجه اللي بعد كده وهي ده عباره عن كيس كده بيكون فيه دنتال فلوس، ودي بيبقى حته كده فيها ناحيه تك بتنظف الاسنان والناحيه الثانيه خيط سنان، ممتازه يا جماعه انا ما اقدرش اعيش من غيرها اصلا. دي فيها 30 واحده كانت ب 14 جنيه او 15 جنيه رخيصه جدا، وبجد بجد هتحميكم من تسوس السنان خصوصا لو انتوا عندكم فراغات في اسنانكم. مش احلى حاجه للناس اللي بتلبس تقويم، عشان انا مره كنت بعمل بيها لقيتها فكت استك من الاساتك اللي انا ملزوقه في التقويم، فخدوا بالكم هي حلوه اكتر للناس اللي مش بتستخدم تقويم. الناس اللي بتستخدم التقويم تعمل بالفرش اللي قلت لكم عليها في بدايه الفيديو، لكن دي احلى للناس العاديه، بتنضفي هنا كده لو عندك حتى كسر في ضرس او حاجه بتنضف، بصوا فظيعه بصراحه. بس كده يعني دي كانت كل المشتريات بتاعتي من الصيدليه واللي انا بجيبها باستمرار تقريبا مش بتفضى من عندي. فلو كان الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناه، روح على تيك توك يا جماعه، روح على تيك توك كرمنا نوصل 1000 فولور يعني، وكمان روحوا على انستجرام عشان ببيع تقسيم وببيع كمان حاجتي المستعمله، وحكيت لكم الموضوع ده قبل كده. فبس كده يعني، واشوفكم الفيديو اللي جاي.